مرحبا احبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض كيك مسقى بالشوكولا وبيضتين فقط. وبدون الخلاط الكهربائي، بالخلاط اليدوي، بطريقة كتير كتير طيبة ناجح، عجينة 100% ناجحة وشكل كتير كتير روعة بهيدا الشكل الرائع والحلو. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا بالجات بيضتين، بحط فوقهم ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نص ملعقة صغيرة فانيلا. إذا عندكم سائل ما في أي مشكلة، بتحطوا فانيلا سائلة نص ملعقة صغيرة، كوب سكر، بخلطهم منيح مع بعض. خلطتهم حوالي دقيقة، هلأ بكفي أنا وياكم. بحط فوق الخليط كوب ونص طحين، هيدا كوب وهيدا نص طحين. عطول قبل ما نحط طحين للكيك من نخله. بس حطينا طحين كمان، هلأ بحط كاكاو، بحط نص كوب كاكاو وبنخلهم. طريقة هيدا الكيك كتير كتير بسيطة وسهلة وناجحة، إن شاء الله بتعجبكم. بعد ما نخلنا طحين والكاكاو، هلأ بدنا نضيف عليهم نص كوب مي، هيدا نص كوب مي، كمان نص كوب زيت نباتي. بنفس الكوب بعير جميع المقادير، بخلطهم منيح مع بعض. هيدا الكيك كتير كتير بسيط وما بحاجة انه تخلطوه بعجان كهربائي، بخفاء كهربائي، بالخفاء اليدوي ما في اي مشكلة تخلطوا لهيدا الكيك. خلطنا العجينة منيح، هلأ بدنا نحطها بصينية. بنحط العجينة بالصينية، أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. هلأ بحط الصينية بالفرن. هذا الكيك أخذ بالفرن 30 دقيقة، بصر بحرارة الغرفة. هلأ بدي أعمل بهيدي الطريقة بالشوكة، بدي سقيه بالشوكولا. هلأ عندي هيدا صوص الشوكولا، هيدا برش شوكولا بهيدي الطريقة، ممكن ندوب نوتيلا نحط، ممكن اي شوكولا انتو بتفضلوه بتحطوه، ما في اي مشكلة. اذا بتحبوا حطوا كريمة كمان.
بعد ما حطيت شوكولا بهيدا الشكل هلأ بوزعهم على الكيك. عم حاول قد ما فيني اختصركم الفيديوهات، اذا حسيتوها كتير مختصرة سريعة شو عملوا بعتولي بالكومنت بالتعليق. هيدا الكيك اللي عملته انا وياكم بس ببيضتين فقط وبدون خفاء كهربائي، بالخفاء اليدوي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.